أعلنت لجنة نيابية لدراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022 أنها أنجزت مهمتها بتوافقها مع الوفد الحكومي على جميع التعديلات التي قدمتها خلال الاجتماعات الأربعة المشتركة التي تم عقدها بين الجانبين على مدى الأسبوعين الماضيين. وأكدت اللجنة التي عقدت اجتماعها الأخير بمجلس النواب برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب وبحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء الوفد وسعادة السيد علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة وأصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. أكدت أنها تعكف الآن على الانتهاء من إعداد تقريرها لعرض برنامج الحكومة على المجلس للتصويت النهائي، وذلك وفق الإجراءات الدستورية المتبعة بهذا الشأن. وتتمثل التوافقات التي انتهى إليها كلا الطرفين النيابي والحكومي في العديد من النقاط التي تحافظ على مكتسبات الوطن وتمكين المواطنين الذين هم محور التنمية وغايتها الأساسية، ومن بين أهمها في الجانب الخدمي العمل على توفير ما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة وفق جدول زمني لكل عام، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في برنامج مزايا لتوفير الخدمات الإسكانية، وبما يسهم في زيادة وتنوع الحلول الإسكانية للمواطنين، فضلا عن إقامة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في المحافظات التي تحتاج إلى ذلك. كما توافق الجانبان من بين أمور أخرى في ملف التقاعد والشأن المالي على أن تعمل الحكومة على التقدم للسلطة التشريعية بعدد من مشروعات القوانين التي تهدف إلى تعزيز استدامة الصناديق التقاعدية تجاه الأجيال الحالية والقادمة، بما يضمن قدرتها على الإيفاء بالحقوق والمزايا التقاعدية المكتسبة، علاوة على تحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية من خلال تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي مع إقرار برامج تعويض موازية للمواطن إذا ترتب على تنفيذ هذه المبادرات المساس بمكتسباته أو تحميله أي أعباء إضافية. كان لقاءنا اليوم مع الحكومة كان مثمر وكان إيجابي، والحمد لله تم التوافق بشكل نهائي على كل النقاط وكل المبادرات في برنامج عمل الحكومة اللي تم، وكان لقاء ودي. كانت هناك يعني نقطتين علقتين بخصوص الإسكان وبخصوص مزايا المتقاعدين، ولكن الحمد لله تم التوافق عليها من طرفين كسلطة تشريعية وكسلطة تنفيذية. الحكومة طرحوا اليوم بند جديد في لإضافته في برنامج العمل، وأنا أعتقدها في صالح العام، اللي هو بند المشاريع. تم إضافة تطوير البنية التحتية للمشاريع للنقل الجوي والبحري والبري، فأنا أعتقد هذه من الأشياء الأساسية في تنمية الاقتصادية في البلد، وتم موافقة عليها مباشرة من قبل اللجنة. والبنود الأخرى نعتقد توافقنا جميعا عليها، ونتمنى أن الأمور تسير في الجلسة القادمة مثل ما اللجنة شافتها.